فقرتنا المتعلقة بالتغذية طبعا، وحديثنا اليوم عن نقص الفيتامين B12. موضوع كبير، موضوع أكيد سنتحدث عن تفاصيله مع اختصاصية التغذية اللي بتنضم لنا بعد شوي. الفيتامين بي يعد من أكثر، طبعا B12 هو أحد الفيتامينات التي لا يخزنها الجسم والتي يجب تجديدها بانتظام عن طريق الطعام. لذلك فإن نقصه أحد المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد والعديد من الأشخاص. عن الأسباب والأعراض والمصادر الغذائية للفيتامين B12 تحدثنا الاختصاصية في التغذية هدى بن عثمان التي تنضم إلينا مباشرة من تونس. هدى صباح الخير. صباح الخير، صباح الأنوار من تونس. يعيشك يا هدى، إن شاء الله تكونوا بخير الكل في تونس. بداية موضوع الفيتامين B12 اليوم وأهمية هذا الفيتامين بالنسبة إلى جسم الإنسان. نعم، البيدوز هو بالحق فيتامين عنده برشا وظائف، هذاك علاش عنده أهمية كبيرة يحتاجه الجسم بتاعنا. نلقاه يدخل في تكوين الكريات الدم الحمراء، دونك في الجهاز المناعي، نلقاه يدخل لصحة الخلايا العصبية، الصحة الدماغية، صحة العظام، تكوين حتى الحامض المنوي، وفي نفس الوقت يعطي الطاقة، ذلك عن طريق تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى الجلوكوز البسيط، باش ينجم يساعد الجسم على أنه يعطي الطاقة. طيب، هناك أسباب عديدة لنقص الفيتامين B12 أو B12 في من جسم الإنسان، ما هي أهم هذه الأسباب هدى؟ نعم، بما انه الفيتامين B12 هو الجسم ما يصنعوش، معناها احنا بحاجه ان باش نوفره له، دونك اذا كانت الاغذيه هي المصدر الاساسي لتوفير البيدوز، خاصه المصادر الحيوانيه، دونك سوء التغذيه وقله المصادر الحيوانيه في التغذيه نتاعنا هذا يؤدي الى نقص في الفيتامين B12. طيب، بالنسبه للاعراض كيف يمكن انه نعرفوا انه يعني ما هي اهم الاعراض اللي تخلينا نعرف أنه عندنا نقص في هذا الفيتامين في أجسامنا أو حتى في أجسام بعض الأطفال وحتى في أجساد يعني الكبار، ولكن لأن الأطفال عادة لازم الأولياء يعني يعرفوا هل أنه عنده هذا النقص في الفيتامين أو لا، أما بالنسبة لنا احنا كإنسان عادي كيف يمكن أنه نعرفه؟ ما هي أبرز الأعراض اللي تخلينا نعرفه عندنا نقص هذا الفيتامين؟ أمين، هو الأعراض ياسر تتشابه مع نقص في فيتامينات أخرى، لكن أكثر الأعراض هي تكون في حالات كما فقر الدم، معناها نوع نتاع تعب، إرهاق، الوجه الشاحب، نلقاو زاد يمس نوع نتاع التهابات وتقرحات في الفم واللسان، اضطرابات في النظر، اضطرابات في التنفس، اضطرابات حتى في دقات القلب، نلقاو حتى مشاكل في الصحة العصبية، دونك ينجم يكون فما التنميل ولا هكا وخز هكا في اليدين والقدمين، عند كبار السن زاد نلقاو مشكلة في التوازن، معناها ينجم يسقط الشخص، إذا كانت عند الشباب راهي الفيتامين B12 النقص نتاعها متقدم، وزاد نلقاو حتى تغير المزاج معناها. يعني أعراض عديدة وعديدة بالنسبة إلى نقص الفيتامين. طيب، نعم، وين ممكن نجد الفيتامين B12؟ ما هي أبرز المصادر الغذائية لهذا الفيتامين؟ يعني هل يجب أن نزيد كميات معينة من المواد التي تحتوي على الفيتامين للحصول طبعا على حاجة الجسم منه وأكثر باش ما يكونوش عندنا هذم الأعراض؟ نعم، الفيتامين B12 هو المصادر نتاعو 100% غذائية وخاصة حيوانية، معناها نجم نقولوا الناس اللي تاكل الكبدة، الكلاوي، نجم نقول لك اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، الحوت بأنواعه، السلمون، السردينة، حتى المعلب، نعم، غلال البحر، البيض، الأجبان، الحليب ومشتقاته، كامل مصادر الحيوانية اللي تعطينا الفيتامين B12. في نفس الوقت فما بعض البلدان يدعموا البيدوز في بعض الحبوب، لكن المصادر الأساسية هي الحيوانية بالطبع. يعني تقريبا كل ما هو بروتين معناها هي من أكثر المصادر اللي نجد فيها هذا الفيتامين. هل هناك من أطعمة أخرى معينة يكون موجود فيها البيدوز؟ هي
هي كما قلت لك أمين هي مصادر حيوانية، لكن فما ندعموا الحبوب بصفة عامة، القمح، الشعير، شوفان، هذوما ينجموا يدعموهم، يزيدوا لهم البيدوز بطريقة معناها أنك يزيدوها في التربة باش تنجم بعض الحبوب تكون فيها البيدوز. طيب سؤال نجم نقولوا حيوانية 100%. بهدي سؤال من زاوية أخرى، هل هناك أطعمة تؤثر على وجود البيدوز أو البيتويل في أجسامنا، يعني تأثر سلبا مثلا أنه تزيد من كمية امتصاصه أو تخفف وجوده في الجسم؟ نعم، احنا في أغلب الأوقات ديما نحكيه على استيعاب المعادن بصفة عامة، عندنا مشكلة مع المشروبات الغنية بالكافيين، القهوة وغيرها والتاي وغيرها، هذوما هما مدرين للبول، كافيين مدر للبول، والفيتامين بي من جروب بي بصفة عامة هما يتسموا هيدروسولوبل، معناها قابلة للذوبان في الماء، دونك إذا الكافيين موجود بالطبع دونك ينقص من الامتصاص نتاعو، دونك هذاك علاش ننصح ماذا بينا أي مشروب غني بالكافيين يكون بعيد على الوجبات الأساسية نتاعنا. طيب بالنسبة للناس اللي هي تكون عادة نباتية أو ما تاكلش اللحوم، بما أنه ذكرنا عدد كبير من اللحوم، وحتى أيضا الفيجن نوعا ما اللي هما ما عندهمش في نظامهم الغذائي كل ما هو بيض، كل ما هو لحوم، كل ما هو سمك، هالناس كيف يمكن أن يحصلوا على الفيتامين B12؟ يعني هل ينصح بالمكملات الغذائية؟ هل هنالك مصادر أخرى طبيعية؟ نعم، نجم نقول لك بالحق العبيد اللي نباتيين معناها هنا المشكله اساسيه، اذا كان خاصه خاطر النباتي ينجم ما ياكلش اللحوم والاسماك بصفه عامه، لكن ياكل البيض وياكل الحليب ومشتقاته، دونك لهنا نجم نوفروا، لكن في الحالات النباتي اللي يستهلكش حتى مصدر معناها المصادر الحيوانيه، هنا يجي مكمل غذائي ضروري معناها باش ما يصيروش مشاكل ولا اضطرابات للجسم نتاعو. طيب ماذا عن الأطفال؟ كيف نضمن للأطفال حصولهم على هذا الفيتامين؟ اللي هو كما قلنا احنا التنوع الغذائي مهم سواء كان كبير ولا صغير، امين، على خاطر كما قلنا اول مره الفيتامين B12 يدخل في صحه العقل، يدخل في الصحه العصبيه، في صحه العظام، في التوازن، في النمو بصفه عامه، دونك مهم انه باش يكون موجود هذه المصادر سواء كانت اللحوم، سواء كانت الاسماك، سواء كانت الاجبان، البيض وغيره، هذوما المصادر الحيوانيه تكون موجوده في 3 وجبات وحتى في الوجبات نتاع الاطفال باش يكون النمو متوازن، على خاطر ما فماش كان الحالات هذوما امين الصغار، لكن فما حالات اخرى مهم زاد انه البيدوز باش يكون موجود فيها، عن العبيد مثلا اللي عندهم فقر الدم امين، هذوما معرضين انهم يكون عندهم نقص في الفيتامين B12. نلقاو الناس اللي عندهم مشاكل ايضا زاده في الهضم، في عسر الهضم، في الجهاز الهضمي بصفه عامه، دونك عندهم نقص في استيعاب المعادن الغذائيه، ينجم يكون عندهم نقص في البيدوز. الناس زاده اللي يعملوا عمليه تكميم المعده للنقص في الميزان، هذوما زاده عبيد يلزم نزيدوهم الفيتامين B12 خاطر الاستيعاب يولي ينخفض برشا. وفي الحالات اللي يلزم نعطيهم مكملات غذائية الناس اللي زادة المرأة بصفة عامة الحامل، بما أنه البيدوز يحميها من تشوهات الجنين، يحميها من الإجهاض، المرأة المرضع زادة، كبار السن زادة عندهم سوء في الهضم، يستحقوا إلى مكملات، لكن تقعد ديما مهم أنك تعمل التحليل باش تعرف إذا كان فما نقص في الفيتامين B12، وقتها ناخذوا الكمية المناسبة متاع المكمل الغذائي الفيتامين B12 بيان سور، ويكون معاه التغذيه المتوازنه والغنيه بالحيوانيه معناها المواد الحيوانيه. طيب فقط سؤال من متابعين عندنا هدى، يمكن باش نرجع بك الى اول الاسئله، ولكن من بعض الاسئله التي وصلتنا، هل مثلا انه الاعراض وقت اللي تحدثنا على الاعراض وذكرت لنا اعراض كبيره وعديده جدا جدا، هل الاطفال عندهم نفس الاعراض؟ نعم نعم، نفس الاعراض، هما الاعراض الاساسيه معناها كما قلت لك، نوع تحس ثم ارهاق، فما تعب، فما الوجه هكا شاحب، معناها هذوما الاعراض الاساسيه اكثر الوقت، لكن ثم تشابه امين شويه في نقص في فيتامينات اخرى.
إذا شكرا ليك، تقريبا وصلنا إلى إجابات كاملة عن الموضوع هدى اليوم. شكرا على كل هذه الإجابات اللي قدمتهن الاختصاصية في التغذية هدى بن عثمان، حدثتنا مباشرة من تونس. شكرا جزيلا لك.